قدام طرق النصب والحكايات الكتير اللي بتكون عند نصاب علشان يقدر بيها ينصب على الناس وثقة الناس يمكن ونيتهم الطيبة في اللي قدامهم وكمان هدفهم من الربح السريع، كل ده بيكون عوامل بتساعد النصاب أكتر إنه يقدر بكل براعة إنه ينصب على الناس ويستولي على أموالهم. هنشوف مع حضراتكم قدرة غير عادية في يعني الاستيلاء على أموال الناس وطرق مشهورة في النصب من خلال هذا التقرير. دايما المستريح بيفكر في طرق وحكايات كتيرة علشان ينصب شباكه على الضحايا ويبدأ في إقناعهم بأنه رجل مسؤول وموثوق فيه وعنده مهارات بتساعده على استثمار الأموال، وفي 10 طرق شهيرة بيستخدمهم المستريح. أول حاجة المظهر. بيبدأ المستريح إنه يخطف عيون الضحايا من خلال المظهر الجيد والملابس القيمة والساعات الماركة. تاني حاجة بيبدأ يجمع حواليه بعض الشخصيات المهمة في المنطقة وأهل الثقة اللي هيستخدمهم بعد كده في استقطاب الضحايا، لأن الشخصيات دي هي اللي هتبدأ تدفع الفلوس وتقنع الضحية إنه المكسب مضمون. تالت حاجة السوشيال ميديا. دلوقتي المستريح بيستخدم السوشيال ميديا في الدعاية وإقناع المواطنين إنه يقدر يوظف الفلوس ويقدم فوائد ربح عالية. رابع حاجة بيبدأ المستريح يظهر في الأماكن العامة بصحبة شخصيات مهمة في المنطقة، وكمان بيقدم بعض الخدمات للأهالي، وده بيلفت انتباه الناس ليه وبيعتبروه مصدر ثقة. خامس حاجة لازم يظهر أمام الناس إنه راجل خير، فيقوم بذبح المواشي وتوزيعها على البسطاء في المنطقة ويحاول يساهم في الأعمال الخيرية. سادساً ما بينساش المستريح أبداً زيارة المساجد والمقامات الدينية المعروفة وزيارة أولياء الله الصالحين، ولازم يكون في الصفوف الأولى في الصلاة عشان يظهر أمام الناس إنه راجل بيخاف ربنا وبيحافظ على أداء الفروض أولاً بأول. سابعاً بيبدأ في استخدام الشخصيات العامة والموثوقة في جمع الأموال من الناس مقابل نسبة معينة، وتكون الشخصيات دي هي الوسيط بين الضحايا والمستريح. الخطوة الثامنة إنه المستريح لازم يظهر أمام الناس ومعاه سيولة كبيرة ويبان إنه غني ومش محتاج فلوس من حد، وإنه الهدف من جمع الأموال هو مساعدة الناس في الاستثمار. الخطوة التاسعة بيبدأ المستريح في تسليم الفوائد للضحايا مرة أو مرتين علشان يكسب ثقتهم، وبعد كده يبدأ يبلغهم إنه متعثر في السداد وهيخفض الفوائد. الخطوة الأخيرة بتتمثل في إنه الناس بتشك في الموضوع وبيتأكدوا إن الراجل ده نصاب وبيطالبوه بالفلوس اللي غالباً ما بتكونش موجودة، أو إنه المستريح نفسه بيختفي وبيتفاجئوا بعد كام يوم إنه اتقبض عليه وأصبح مصيره السجن.